عايزين تاني. يلا السلام عليكم. ربنا يشوفك. انت حضرتك بالاول بتحفز المواطنين ان هم يذهبوا للجان الانتخابيه؟ اه بتمنى طبعا ايا كان يضربوا اي حاجه بس ينزلوا، ده طبيعي. اي دوله محترمه تقدمت ان الشعب ينزل ينتخب اي حد، ان شاء الله لو انتخب تيار غلط بس ينزل ينتخب. تمام. محدش بيقول لك حد جوه اللجان او بره اللجان ينتخب مين، ينتخب اللي يبيع عليه ضمير. شكرا. حسب الكويه جامدين جدا. 100 100. مثلا على اسباني، ده معاه فرنسي، ده معاه ايطالي، ده معاه هنا من